بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير بمناسبة بداية الترم الثاني، مع كل تمنياتي بالنجاح والتوفيق. إن شاء الله سيتم شرح منهج الحاسب الآلي للصف الثالث الإعدادي. شابتر 1 بارت 1، وده بعنوان داتا. درسنا في نص السنة الأول إزاي ممكن نصمم فورم بالفيجوال بيزك دوت نت، وعرفنا ازاي ممكن نظبط البروبرتيز من البروبرتي ويندو، وعرفنا كمان الكود ويندو والايفنت بروسيجر، وازاي ادي فاليوز للبروبرتيز بتاعه اي كنترول. الشكل اللي هنشوفه بعد كده بيوضح ازاي ممكن ان اليوزر يدخل فاليوز ليها انواع مختلفه. زي ما احنا شايفين النيم ده عبارة عن كلمة أو عدة كلمات، نوع البيانات بتاعتها تكتس، الديت بيرس ده تاريخ، يبقى أي تاريخ هتعامل معاه من نوع البيانات ديت. النوع الثالث من البيانات البولين، وزي ما احنا شايفين في الفورم اللي قدامنا البولين هنا واخده الشكل بتاع او البيانات بتاعتها واخده شكل الراديو بوتوم، لكن انا ممكن استخدم معاها اليس او النو او الترو او الفولس بالاضافه للراديو بوتوم. النوع الرابع النمبر اوف فاميلي اللي هي الفايف ديت اللي باينه قدامنا عباره عن نيوميريك، يبقى اي ارقام تعتبر بيانات رقميه نيوميريك. لازم نلاحظ وناخد بالنا ان كل داتا تايب ليها طريقة تخزين في الرامات، وده علشان نحصل على الاستخدام الامثل للرامات والعمليات اللي بتتم في الحاسب. داتا تايبس، انواع البيانات. لغة الفيجوال بيزك بتتيح للمستخدم عدد كبير من الداتا تايبس اللي ممكن بيستخدمها في تخزين قيم البيانات او الناتجة من تشغيل البرنامج. انواع الداتا تايبس اللي بيوفرها الفيجوال بيزك دوت نت، اول نوع النيوميريكال داتا تايبس، البيانات الرقمية، وبستخدمها في تخزين البيانات الرقمية، وبتنقسم لنوعين رئيسيين، اول نوع الانتجرال والنوع الثاني النون انتجرال. النوع الاول الانتجرال، ودي خاصه بتخزين الهول نمبر فاليو بس، يعني مش هخزن الارقام الفراكشن، وتنقسم لاربع اقسام، البايت والشورت والانتجر واللونج، مترتبين من الصغير للكبير. طيب النوع الثاني من البيانات الرقميه النيوميريكال داتا تايبس اللي هو قلنا يعني ايه النون انتجرال. النون انتجرال ده بيستخدم في حاجتين، يا اما هخزن هول نمبر عادي زي اللي قبله او الفراكشن، يعني ده او ده، ممكن بستخدمه في الاثنين، وبينقسم برضو الى ثلاث انواع، السنجل والدبل والديسيمال، مترتبين من الصغير للكبير. النوع الثاني من الداتا تايبس وهو الكاركتر، وده بينقسم الى نوعين، السترينج، وبستخدمها في تخزين البيانات الحرفيه. زي ايه البيانات الحرفيه؟ زي الاسم وزي العنوان وزي اي كومنت. والنوع الثاني بستخدمه اللي هو التشار، النوع الثاني دوت بستخدمه في تخزين حرف واحد. طب زي ايه حرف واحد؟ ممكن لو احنا نلاحظ واحنا مثلا بنسطب برنامج او بنشتغل على الجهاز، بيطلع لي مسج يقول لي لو عايز يس تكتب واي، لو عايز نو دوس ان. يبقى الواي او الان اللي انا هدوسها دي انا استخدمت حرف واحد، يبقى كده نوع البيانات ديت عباره عن تشار. النوع الثالث اللي هو مليونياس او الديفرنت تايب، الديفرنت داتا تايب، وبينقسم الى ثلاث انواع مهمين. اول نوع اللي هو الاوبجكت، لو الفورم اللي احنا شفناه في اول الدرس كان فيه صوره، الصوره دي نوع البيانات بتاعتها ايه؟ اوبجكت. طب افرض انا حطيت صوت، يبقى نوع ملف الصوت ده ايه؟ اوبجكت.
الديت واحنا خدناه قبل كده اللي هو اي تاريخ بتعامل معاه يبقى نوع البيانات بتاعته ديت. والبولن زي ما عرفنا برضو اللي هو عبارة عن يس او نو او ترو او فولس او راديو بوتوم او التشيك بوكس. كل نوع من الداتا تايبس ليه حاجتين. اول حاجه مساحه تخزينيه على الميموري، يعني مثلا لو استخدمت نوع البيانات انتجر يبقى هياخد لي مساحه تخزينيه على الميموري بتساوي 4 بايت. ايه الحاجه الثانيه؟ قال لي الرينج اوف فاليوز. الرينج اوف فاليوز دوت اللي هو الحيز او المدى من القيم اللي ممكن استخدمه مع النوع الداتا تايب ديت. زي ايه؟ مثلا الدرجات بتاعه الطلبه في مختلف المواد. مفيش مثلا درجه النهايه العظمى بتاعتها بتوصل ل 255، يبقى هاخد الدرجة بتاعت المواد ديت او درجات المواد ديت هاخدها من نوع البيانات بايت. ليه؟ علشان ما بتوصلش لل 255. احنا درسنا قبل كده برضو ازاي بنقدر نظبط البروبرتس من البروبرتي ويندو او من الكود ويندو. وعلشان اعرف الداتا تايب باجي في الويندو الكود ويندو، وبعد ما اكتب الاساينمنت ستيتمنت بقف بالماوس على البروبرتي، هيظهر لي مستطيل اصفر في نوع الداتا تايب بعد كلمه از، زي ما احنا هنشوف في الشكل اللي هيجي بعد كده. هنا ده جدول بيوضح لي اهو اكواد موجوده، وهنقف بالماوس. مثلا عندي ليبل 1 دوت تكست بتساوي جمهوريه مصر العربيه بين 2 كوتيشن. لو انا وقفت عليها هلاقي مكتوب الايه، ان نوع البيانات هنا سترينج. ليه سترينج؟ علشان دي مجموعه ايه، حروف جنب بعض. اجي السطر اللي بعديها مكتوب ليبل 1 دوت اوتو سايز بتساوي فولز. نوع البيانات هنا ايه؟ بولن. ليه بولن؟ عشان احنا قلنا البولن ده بيشتغل مع الترو والفولس. ال 120 ديت بتاعت الليبل 1 دوت ويدز نوع البيانات انتجر. ليه انتجر؟ علشان ده رقم. بنلاحظ ان كل بروبرتس هي مكان تخزين البيانات، وان ليها تايب او نوع داتا تايب. في النهاية بنشوف الشجرة الكاملة بتاعت الداتا تايبس، واللي بتشرح لي كل الأنواع مع بعض، أو بتبين لي كل الأنواع مع بعض، وهنراجعها تاني مع بعض دلوقتي علشان نكون لمينا بالدرس كله. أول نوع اللي هو قلنا نيوميريكال اللي هي البيانات الرقمية، تاني نوع الكاركتر، وثالث نوع الموسولينيس. دولت الانواع الثلاثه الرئيسيه. نيجي للنيوميريكال، بينقسم لنوعين رئيسيين اللي هو الانتجرال والنون انتجرال. طب مين يفكرني بالانتجرال؟ الانتجرال احنا اتفقنا بتاع الهول نمبر اونلي، والنون انتجرال اللي هو الهول نمبر والفراكشن. طيب الانتجرال بيتقسم لاربع انواع، البايت والشورت واللونج والانتجر. النون انتجرال بيتقسم لثلاث انواع، الدبل والسنجل والديسمال. الكاركتر ليها نوعين رئيسيين اللي هي التشار اللي اتفقنا مع بعض ان هي لو هخزن حرف واحد او هستخدم حرف واحد، السترينج لو هستخدم اكتر من حرف. طيب المجموعه الاخيره اللي هي البولن، واتفقنا مع بعض ان هي ترو او فولس ويس ونو، وها مين يفكرني؟ والراديو بوتوم التشيك بوكس. الديت اي تاريخ بستخدمه في البرنامج بتاعي بيبقى بنوع البيانات بتاعته ديت، واي صوره او اي ملفات صوت بتعتبر من النوع اوبجكت. ثانك يو، واشكركم على حسن الاستماع.